عشر سنوات مرت على تحالف أكبر الأحزاب الكردية في إقليم كردستان العراق، الاتحاد الوطني بزعامة رئيس الجمهورية جلال طالباني والحزب الديمقراطي بقيادة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، تحالف لم يبقى كذلك في الانتخابات الكردية المقبلة. القرار بالانفصال الانتخابي جاء من قبل حزب طالباني الذي يحاول استكشاف قاعدته الشعبية بعد عودة الكثير من القيادات المنشقة عام 2008 وتأسيس حركة التغيير أو غوران كما يعرفها الأكراد. اتخاذ هذا القرار غير مرتبط بعلاقتنا مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، لأن حصرا هذا القرار مرتبط بمصلحتنا في الانتخابات. حزب بارزاني لم يتفاجأ بقرار حليفه الأول وخصمه الجديد في الانتخابات المحلية والتشريعية الكردية المقبلة، قرار اعتبره الحزب الديمقراطي بمثابة تجربة صعبة على الاتحاد الوطني، لكنه سيمكن الطرفين من معرفة حجم القاعدة الشعبية لكل منهما ووضع خطط مستقبلية جديدة إذا ما بقيت الحال على ما هي عليه. نحن نحتاج إلى الاتحاد الوطني الكردستاني لإكمال مسيرتنا ومحافظة تجربتنا الديمقراطية في الإقليم، ونحتاج في الآن ونحتاج في المستقبل. رغم كل ذلك لا يزال التحالف بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان العراق مستمرا، فقرار الاتحاد الوطني بخوض الانتخابات منفردا لا يعارض فكرة العودة سويا مع حزب بارزاني بعد الانتخابات. الأمر نفسه تحدثت عنه قيادات الديمقراطي معلنة أن التحالف مع الطالبانيين سيستمر قبل وأثناء وبعد الانتخابات. البعض هنا يرى أن عودة الكثير من المنشقين إلى الاتحاد الوطني الكردستاني كانت السبب وراء قرار خوض الانتخابات منفردا على غير العادة، بصرف النظر عن غياب زعيم الاتحاد جلال طالباني من عدمه، وآخرون اعتبروها بداية لمرحلة جديدة للحزب خلفها غياب الرئيس، في إشارة إلى إمكانية عدم قبول الأخير بهذا القرار لو كان موجودا. من السليمانية سامر يوسف، العربية.